ستة قرون ومهنة الطوافة بموسم الحج سمة ارتبطت بأهل مكة وتورث للأجيال حتى يومنا هذا. ليان الجفري ذات 20 ربيعاً تعمل بموسم الحج منذ 6 أعوام كمترجمة لست لغات أجنبية إلى جانب دراستها الجامعية بتخصص الطب. بدأت من عمري 17 سنة، يعني كملت على مسيرة أهلي، بدأت يعني كمتطوعة، نزلت معاهم كمترجمة بحكم عندي لغات، فبعد ذلك يعني بمرحلة الثانوية والجامعة دخلت تخصص الطب وجراحة عامة، مما يساعدني أكثر لخدمتهم من ناحية الترجمة من ناحية العلاجية. أكثر موقف فيها إنه في واحد عنده ورم في مخ، فهو يعني ما هو عارف كيف يوصلنا المعلومة، فالحمد لله إنه أنا كنت معاهم ووضحت التشخيص السليم اللي عنده. جمعت هذه الشابة بين الطب والترجمة لتقديم المساعدة طوال موسم الحج بمختلف المواقع رغم المشقة كمهنة موسمية. بحكم دراستي في مجال الطب وأكثر شيء استخدام اللغة الإنجليزية، فحبيت أطور من نفسي أكثر لعدة لغات اللي هي اللغة الإندونيسية والماليزية والسنغافور والتايلاند والتركي والصيني، فهذا شيء يساعدني أكثر لخدمة الحجاج بشكل أفضل. يعد موسم الحج فرصة ممكنة لشباب وشابات مكة للعمل التطوعي والموسمي بمختلف القطاعات الخدمية للحجاج. من مكة المكرمة سلطان السلمي، الحدث.